أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جمعہ کے دن تین درود شریف کثرت کے ساتھ پڑھیں. نمبر ایک، اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا وحبيبنا وكريمنا وشفيعنا ورحيمنا محمد عدد السحاب الجارية ما بين السماء والأرض وما تمطر من المياه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا وحبيبنا وكريمنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد عدد حلمك وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا وحبيبنا وكريمنا ونبينا محمد عدد الرمل والحصى في مستقر الأرضين وسهلها وجبالها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا وحبيبنا وكريمنا وشفيعنا ورحيمنا محمد عدد السحاب الجارية ما بين السماء والأرض وما تمطر من المياه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا وحبيبنا وكريمنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد عدد حلمك وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا وحبيبنا وكريمنا ونبينا محمد عدد الرمل والحصى في مستقر الأرضين وسهلها وجبالها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا وحبيبنا وكريمنا وشفيعنا ورحيمنا محمد عدد السحاب الجارية
ما بين السماء والأرض وما تمطر من المياه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا وحبيبنا وكريمنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد عدد حلمك وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا وحبيبنا وكريمنا ونبينا محمد عدد الرمل والحصى في مستقر الأرضين وسهلها وجبالها وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا وحبيبنا وكريمنا وشفيعنا ورحيمنا محمد عدد السحاب الجارية ما بين السماء والأرض وما تمطر من المياه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا وحبيبنا وكريمنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد عدد حلمك وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا وحبيبنا وكريمنا ونبينا محمد عدد الرمل والحصى في مستقر الأرضين وسهلها وجبالها وعلى آله وصحبه وسلم